شكرا جزيلا للكابتن بشار عبد الله والكابتن وسام رزق. بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل اينما كنتم هنا في انطلاقه الجوله العاشره هنا في هذا اللقاء الذي يجمع الفريقين هنا في هذا اللقاء الذي يجمع النادي العربي ونادي قطر في ملعب حمد الكبير بالنادي العربي. واحدة من المباراة المثيرة هنا نتمنى أن تكون يعني في هذه المقابلة اللي نتابع وإياكم هنا في أيضا لقاء الفريقين ضمن أحداث الجولة العاشرة من أيضا هذه البطولة بطولة دوري نجوم كيوم بي لهذا العام. وهذا اللقاء الذي يجمع العربي الذي أتى بتشكيلة العربي اليوم على استاد حمد الكبير في لقاء الرقم 57 في أيضا هذا الموسم لبطولة دوري نجوم كيو أم بي. واللقاء الذي يجمع الفريقين العربي باللباس الأحمر على يسار استاد في شوط المباراة الأول الملك القطراوي في اللباس الأصفر هنا في أيضا يعني على يمين السادة المشاهدين في شوط المباراة الأول. وكما نقول مشاهدينا الكرام هنا في هذه المقابلة العربي الذي يأتي إلى هذه المقابلة وبتشكيلة النادي العربي بقيادة المدرب التونسي حاتم المؤدب هنا في هذه المقابلة ساطع العباسي في حراسة المرمى عبد الله معرفي
واحمد فتحي مدير عبد ربه وعلي محمد، محمد عصام، عبد الرحمن وليد، محمد صلاح النيل، واحمد ابراهيم العراقي، دييغو جارديل، والكولومبي فرانكو اريزالا. هنا في ايضا تشكيله النادي العربي، هنا في ايضا يعني لقاء يعني الفريق العرباوي لمقابله الملك القطراوي، الملك القطراوي الذي جاء بتشكيله الارجنتيني سيرخيو باتيسكا. هنا متابعه الى الامام ولكن الى حارس المرمى الحارس جاسم الهيل. هنا نادي قطر، الملك القطراوي الذي جاء بجاسم الهيل في حراسه المرمى، علي محمد، عمار حمصان، خالد احمد، راشد محمد، فضل عمر في وسط الميدان، عمر العمادي، ساندرو دودو البرازيلي، احمد معين اليمني، وفي المقدمه صامويل ايتو واسامه عمري. هنا ايضا في هذه المقابله اللي نتمنى ان تكون واحده من المباريات المهمه، واحده من المباريات المثيره التي تاتي لصالح الفريقين، العربي الذي ياتي في المركز السابع من هذه البطولات، في المركز السابع ب 12 نقطة بعدما فاز في أربع لقاءات، لم يتعادل العربي، خمس خسائر للعربي في هذا الموسم، يعني مشتركا مع نادي قطر بعدد الهزائم، قطر في المركز الحادي عشر في أيضا بثمان نقاط. نتابع اللقاء مشاهدينا الكرام، المتابعة ما بين الفريقين هنا في هذه المقابلة، هنا في هذا اللقاء اللي أتى العربي في الجولة الأولى الفوز على الخور، خسارة ثقيلة للعربي في الجولة الثانية أمام السد بالعشرة، وأيضا فاز على الإخريطيات في الثالثة، فاز على أم صلال في الرابعة، خسر أمام الغريم التقليدي الريان في الجولة الخامسة، في الجولة السادسة الخسارة أمام الشحارية بالثلاثة، والخسارة أمام السيلية بالجولة السابعة، الخسارة أمام الغرافة في أيضا بالثلاثة مقابل لا شيء، يعني في الجولة الثامنة، في الجولة التاسعة، في الجولة التاسعة هنا في أيضا يعني العربي الذي خسر في اللقاء، يعني ثلاث خسائر أو أربع خسائر متتالية أو خمس خسائر متتالية للعربي، الأخير أمام العميد الأهلاوي بالثلاثة مقابل لا شيء في الجولة الثامنة والتاسعة أمام الأهلي. إذا كما ذكرت كرة اللعب الآن، محاولة إلى الأمام، المتابعة مرة تبقى لصامويل إيتو، إيتو اللاعب المخضرم الكاميروني صاحب 37 عاما، نجم البرشا، نجم برشلونة الإسباني، واحد من أيضا الكبار اللي قادوا الإنجازات وقادوا الألقاب مع أيضا يعني نادي برشلونة الإسباني. نادي قطر، الملك القطراوي الذي قدم إلى هذه المقابلة، قدم إلى هذه المقابلة بعد التعادل الإيجابي في الجولة التاسعة بهدف مقابل هدف يعني في الجولة التاسعة الماضية، ولكن كانت البدايات المميزة والممتازة للملك القطراوي أمام الغرافة بثلاثة مقابل واحد، جاء قطر أمام السيلية والخسارة في الجولة الثانية، خسر الملك القطراوي أمام الدحيل بالثلاثة مقابل اثنين في الجولة الرابعة، خسر أمام الشحارية في الخامسة، تعادل سلبي في السادسة، خسارة أمام السد في السابعة بخمسة مقابل واحد، ولكن الجولة الثامنة التي شهدت فوز لقطر على الإخريطيات وتعادل إيجابا بهدف لكل من الفريقين في الجولة التاسعة الماضية. نادي قطر، الملك القطراوي، الملك القطراوي الذي يأتي إلى هذه المقابلة وكل العيون التي تراقب المدرب الأرجنتيني سيرخيو باتيستا الذي يقابل التونسي حاتم المؤدب في هذه المقابلة وفي هذا اللقاء اللي نتابع وإياكم بطاقم تحكيمي عراقي، الحكم العراقي علي صباح القيسي. هنا المتابعة ولكن أيضا تتخلص،
تتخلص ايضا لهذه المقابلة علي صباح القيسي حكم اللقاء، والذي يساعد الطاقم العراقي حيدر عبيدي وامير داوود الونداوي المساعد الثاني، والمساعد والحكم الرابع فيصل اليافعي المراقب لاداء لهذا اللقاء، مراقب لهذا اللقاء ولهذه المباراة الحكم ابراهيم شاهين السريطي، ومقيم لاداء الحكام خالد ممدوح. ولكن بالنسبة للحكم الاضافي الاول محمد ناصر احمد، الحكم الاضافي الثاني محمد السيد، هنا نتابع يعني اللقاء الذي يجمع الفريقين. كرة اللعب الان في الجهة اليسرى، نادي قطر في احمد معين اليمني الى صامون ايتو، فضل عمر الى عمر العمادي، ولكن تتخلص تبقى مبعدة من احمد ابراهيم العراقي الدولي، تبقى لي ايضا قطر الذي يحاول من تحقيق النتائج الايجابية. خالد احمد متابعة الان اللاعب الشاب، ولكن يكسب خطأ. الصفرة التحكيمية للحكم العراقي، الحكم العراقي علي صباح القيسي. نتابع اللقاء هنا في هذه المقابلة، والذي جاء الحديث عن اللقاءات التي جمعت الفريقين في العام الماضي. التقى الفريقين، اللقاء الأول الذي كان الفوز للعربي بهدفين مقابل هدف في الأسبوع الثالث، باثنين مقابل واحد في الأسبوع الثالث في الموسم الماضي، والأسبوع الرابع عشر اللي جاء متعادلا لأداء الفريقين بتعادل إيجابي بهدف لكل من الفريقين. كرة اللعب الآن إلى صامون إيتو، إيتو محاولة صامون إيتو الآن، ولكن مبعدة، تتخلص انطلاقة سريعة للعربي، هل يغير يعني الدرب الواضح من الكولومبي فرانكو أريزالا؟ فرانكو أريزالا اللاعب الكولومبي اللي هل يكون يعني يغير من النتائج السلبية والخسائر المتتالية لأيضا العربي الذي يحاول أن يحقق يعني النتائج الإيجابية والعودة إلى أيضا طائفة الانتصارات، إلى المباراة التي انتصر بها العربي في هذه في هذا الموسم. العربي 12 نقطة، لعب 9 مباريات، فاز في 4 لقاءات، لم يتعادل لو من الأهداف 11 هدف، عليه 20 هدف، ثاني أضعف خط دفاع في بطولة الدوري بعد الخريطيات اللي سجل في مرماه الخريطيات 26 هدف، ثم العربي 20 هدف. هنا القائمين على والجماهير الحاضرة لأيضا نادي قطر بصفقاته الممتازة في هذا الموسم، صامون إيتو الكاميروني، والبرازيلي ساندرو دودو، ورامي فايز، عمار حمصان، أسامة أمري، وحسين علي العراقي، علاء الدين الدالي اللاعب السوري، واليمني احمد معين الذي يعني يلعب كمقيم في ايضا بطوله دوري نجوم الكولومبي لهذا العام. بعد يعني القوانين وبعد القرار الاتحاد القطري لكره القدم، ونتابع اللقاء الان، نادي قطر يحاول يعني ايقاف الامور والعوده الى سكه الانتصارات، وهذا اللي فعله يعني في ايضا نتائج، يعني مره تجد الملك القطراوي في المقدمه بعدد الانتصارات، ومره تجد في يعني بالخسائر امام السد، امام الشحانيه. هنا انطلاقه سريعه، محاوله الى الامام، ولكن ايضا تتخلص، تبقى نتابع اللقاء مشاهدينا الكرام. كرة اللعب الان وسط الميدان، نادي قطر يحاول، واللعب الى الان متمركز في وسط الميدان نادي الملك القطراوي مع فريق الاحلام، ولكن وين العربي؟
العربي في آخر يعني آخر بطولة حققها العربي في موسم 96-97. كرة تلعب الآن صوب إيتو، إيتو محاولة المتابعة إلى لأمري أسامة أمري، اللاعب السوري أسامة أمري. نتابع اللقاء مشاهدينا الكرام. لا يزال التعادل السلبي قائم ما بين الفريقين. وسط الميدان محاولة إلى الأمام النادي قطر في هذه المقابلة وفي هذا اللقاء. كرة اللعب إلى أسامة أمري، انطلاقة في الجهة اليسرى، محاولة إلى الأمام والمتابعة، ولكن الإبعاد، الإبعاد من حارس المرمى الحارس ساطع العباسي هنا في حراسة مرمى النادي العربي الذي يأتي يعني كأساسيا في هذه المقابلة وفي هذا اللقاء اللي نتابع وإياكم. بعدما كان يعني غياب مسعود زراعي حارس المرمى المصاب الذي يعاني من إصابة في اللقاءات الماضية، يأتي ساطع العباسي حارس المرمى. وسط الميدان نتابع مشاهدينا الكرام، خطأ لصالح نادي قطر في هذه المقابلة اللي لا يزال التعادل السلبي قائم ما بين الفريقين. خالد أحمد محاولة إلى الأمام، انطلاقة في الجهة اليمنى، محاولة ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. نتابع اللقاء ولا يزال التعادل السلبي. لاحظ الإعادة، الكرة التي كانت تأثير وكانت الخطورة قائمة، ولكن أيضا التوجيهات المستمرة. التوجيهات المستمرة وسط الميدان، محاولة إلى العربي الذي يحاول من تحقيق النتائج الإيجابية بعد التصريح المدرب التونسي، انطلاقة سريعة ولكن في خطأ، خطأ لصالح البرازيلي ساندرو دودو اللاعب البرازيلي، اللاعب البرازيلي في هذه المقابلة لاعب نادي قطر البرازيلي ساندرو دودو قادم من الدوري التركي هنا في هذه البطولة مع نادي قطر الذي اعتمد على السداسي المحترف في هذا الموسم. وبعد يعني قدوم المدرب الأرجنتيني سيرخيو باتيستا جاء بديلا للمدرب الوطني عبد الله مبارك بعد يعني 7 أسابيع من بطولة وانطلاقة بطولة دوري نجوم كيومبي. انطلاق إلى خالد أحمد، خالد أحمد في الجهة اليسرى، محاولة إلى الأمام، التقدم ولكن تجد المدافع أحمد إبراهيم للعربي. العربي إلى الآن أفضلية في الموسم الماضي، ولعل اللقاءات التي جمعت الفريقين في آخر 58 لقاء في مختلف البطولات التي جمعت الفريقين كان الفوز للعربي ب 22 مباراة والفوز للملك القطراوي ب 17 لقاء في مختلف البطولات التي جمعت الفريقين. ال 58 الأخيرة
والتعادل 19 مباراة ولقاء جمع الفريقين. كرة اللعب الآن وسط الميدان، محاولة ولكن إلى خارج أرضية الملعب لصالح نادي قطر، لصالح نادي قطر وللاعب أحمد معين، لاعب الممتاز جدا شاهدناه ويعني واحد من الأسماء الممتازة التي يعني جاءت للاعب الذي لعب لنادي رتحيل سابقا والذي سجل إنجازا مميزا يا أحمد معين للمنتخب العنابي القطري، أفضل لاعب شاب في بطولة كأس آسيا وفي آسيا في عام 2014. في أيضا الذي يسجل هذا اللاعب الشاب اللاعب العنابي لاعب الأدعم القطري، واحد من الأسماء الممتازة والذي خاض تجارب احترافية مع ليونيزا الإسباني ومع نادي أوبن البلجيكي، لديه خبرة ميدانية يعني في هذا اللاعب الذي يبلغ من العمر 23 عاما أحمد معين اللاعب الوطني اللاعب القطري اللي حقق إنجازات وتجارب احترافية في مختلف الأندية التي لعب لها سواء مع ليونيزا الإسباني أو مع نادي أوبن البلجيكي. هذه الوضعية لهذا اللاعب الشاب اللاعب المميز اللي نتابع وياكم في أيضا وصول العنابي القطري إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 عاما. إنجازات متتالية لقطر بحول الله تعالى، وإن شاء الله نكون على الموعد والوعد بحول الله تعالى في كأس العالم 2022 في إنجازات تتوالى ومتتالية ومتلاحقة للكرة القطرية هنا في أيضا يعني في بطولة دوري النجوم كيو ام بي لهذا العام، واللي يتصدر بطولة الدوري لتحيل ب 22 نقطة في المركز الأول. يأتي الريان مؤقتا، الرهيب الريان الذي رأيناه ليلة الأمس وأيضا جاء ليلة الأمس بالفوز على السيرية بهدفين مقابل هدف لسباستيان سوريا ولتاباتا، وكان هدف السيلية عبد القادر الياس. الاتحيل ايضا سجل نتيجة ثقيلة ونتيجة كبيرة عندما التقى امام الخراطيات باربعة مقابل واحد، يعني هدفين ليوسف العربي. هل يعود لمزاحمة بغداد منجاح؟ محاولة الى الامام ولكن تطول على اللاعب العرباوي محمد صلاح النيل، واحد من الركائز المهمة في هذا الموسم مع النادي العربي. محمد صلاح النيل قدم أجمل العطاءات في العام الماضي يعني في الأندية التي لعب لها المرخية الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى. هنا المتابعة إلى الأمام، يا الله يا على هذه الفرصة، يا على الكولومبي فرانكو أريزالا، الكولومبي يتقدم بشكل إيجابي. لاحظوا بالعرض البطيء من الكولومبي فرانكو أريزالا اللي كاد أن يصطاد الهدف الأول، كاد أن يصطاد الحارس جاسم الهيل. لاحظوا بالعرض البطيء لأيضا فرانكو أريزالا اللاعب الكولومبي الذي يأتي، يعني هل يكون واحد من الأسماء المميزة لهذا العام؟ دييغو غارديل محاولة إلى الأمام، التقدم الآن ولكن أين تتخلص؟ تعود مجددا للعرب الذي يقف في هذه اللحظات عن طريق اللاعب محمد عصام للمدافع. محاولة إلى الأمام من عبد الله معرفي كابتن النادي العربي. هل يعود العربي إلى سكة الانتصارات؟ هل يعود إلى الوضع الطبيعي للعربي؟ لأن هذا الوضع ليس طبيعيا لفريق الأحلام اللي صار وجال في البطولات والإنجازات، في أيضا الإنجازات ثمن مباراة ثمن بطولات وثمن ألقاب للعربي، ولكن العربي الذي يغيب عن الإنجازات وعن منصات التتويج. نتمنى أن يعود العربي إلى الإنجازات وإلى معانقة الكؤوس والانتصارات، وإن شاء الله يعود بهمة رجاله بهمة شباب العربي. العربي إن شاء الله يمرض ولا يموت
يعني نتمنى العودة. هنا المتابعة إلى الأمام، محاولة، لا زالت المحاولة قائمة، ولكن إذا تعود الآن لا زالت المحاولة التهديد الفعلي، ولكن تتخلص إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. اللاعب الممتاز، نتابع مشاهدينا الكرام الضربة الركنية لصالح الملك القطراوي هنا في هذه المقابلة، هنا في هذا اللقاء. اللاعب أسامة أمري، اللاعب السوري أسامة أمري الآن على التنفيذ الركنية، الآن محاولة ولكن الإبعاد، الإبعاد من أحمد إبراهيم، تعود مجدد الآن في محاولة أولى، ولكن إذا تتخلص تعود سريع الآن عكسية للعربي، الآن محاولة العربي، ولكن العربي، العربي لأيضا فرانكو أريزالا، ولكن أيضا تعود تبقى في صافرة ورايه وتسلل من المساعد الأول العراقي حيدر عبيدي. حيدر عبيدي الطاقم التحكيمي من جمهورية العراق هنا في هذه المقابلة. نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام ليلة الأمس فوز الاتحيل، الاتحيل الذي حقق فوز ليلة الأمس، الريان الذي أيضا فاز في ليلة الأمس، ولكن اليوم أيضا بعد هذا اللقاء، يعني لقاء الفهود الغرافة أمام الفرسان الخور في تمام الساعة السابعة والنصف، يعني في الساعه الثانية من جاسم بنادي الغرافة، نتمنى أن نوفق في أيضا هذا اللقاء وفي هذه المقابلة. إلى الآن يعني الصدارة في قائمة هداف هذه البطولة لبغداد بنجاح، نجم نادي السد الزعيم ب 15 هدف، يأتي خلفا له أكرم عفيف بثمان أهداف، ثم رشيد تيبركانين بسبع أهداف، ثم يوسف العربي اللي سجل يعني هدفي ليلة الأمس ورفع رصيده إلى الهدف التاسع خلفا لبغداد بنجاح. هل يعود إلى السباق اللي رأيناه في العام الماضي ما بين بغداد بنجاح وما بين يوسف العربي؟ وسط الميدان فضل عمر، واحد من يعني الركائز المهمة في تشكيلة نادي قطر، واحد أبناء نادي قطر البارين، واحد من الأبناء النادي. هنا خطأ يضع الملك القطراوي، يا الله غلطة الشاطر بألف، غلطة الشاطر بألف، وأمام من؟ أمام المخضرم الكاميروني، أمام العجوز الكاميروني سامون إيتو، يا الله يفتتح التسجيل إيتو، سامون إيتو يضع الملك القطراوي. لاحظ، استمتع بسامون إيتو يسير على خطاه، يستمتع بموهبته، يستمتع بطريقته الخاصة اللي صنعها، والله أيام لسامون إيتو مع البرشا، مع برشلونة، مع مايوركا، مع الانتر الإيطالي، مع تشيلسي وإيفرتون، مع ليجانس الإسباني، العديد مع إسبانيول، يعني الذي صنع التاريخ للكرة الكاميرونية. سامون إيتو يضع نادي قطر في المقدمة، ويضع أيضا العربي الذي يصارع ويصارع أيضا من أجل يعني تحقيق النتائج الإيجابية في الآونة الأخيرة. وسط الميدان الآن محمد صلاح النيل، محاولة وسط الميدان، قائد وصانع ألعاب ممتاز جدا محمد صلاح النيل، هدف يعني كما رأينا في الدقيقة الخامسة والعشرين من أحداث شوط المباراة الأول. ولا يزال يعني نادي قطر الذي يحافظ عن حظوظه في هذه المقابلة، وكما صرح المدرب الأرجنتيني سيرخيو باتيستا، باتيستا الذي يعني أضاف وتحدث في المؤتمر الصحفي قبيل انطلاقة هذه المقابلة، حرصنا على متابعة النادي العربي وتركيزنا داخل الملعب
والآن جميع مبارياتنا أصبحت نهائية، وهدفنا تحقيق النقاط الثلاث مع الاحترام الكامل للنادي العربي. يعني في أيضا قبيل انطلاقة هذا اللقاء تصريح فيه دبلوماسية كبيرة، في الحذر الواضح، في التركيز العالي، في الانضباط الذي بات وظهر جليا على تشكيلة نادي الملك القطراوي في هذه المقابلة. ولكن العربي وين العربي؟ والله يعني العربي يعاني عشاقه وجماهيره ومحبيه، لأنك إذا تتحدث عن العربي تتحدث عن التاريخ، تتحدث عن العراقة والأصالة، تتحدث عن الكؤوس والإنجازات. ليس في أيضا على المستوى المحلي في الدوري القطري، دوري نجوم كيومبي، ولكن تعدت الإنجازات كثيرا لأيضا العربي على مستوى الكرة الخليجية. وإذا كان العربي والريان والسد والدحيل والأندية البقية بخير سوف تشهد إثارة، وخصوصا العربي والريان والسد والدحيل، والقائمة تطول بالأندية التي تتصدر بطولة دوري نجوم كيومبي لهذا العام: الدحيل، الريان، السد، السيلية، أم صلال، الأهلي. لكن العربي في المركز السابع الذي يصارع من أجل أيضا تحقيق النتائج الإيجابية، ومن أجل أيضا البقاء. حاتم المؤدب، حاتم المؤدب الذي جاء للكرواتي لوكا بونازيتش الذي درب نادي الفحيل الكويتي. هذا المدرب حاتم المؤدب درب نادي الفحيل الكويتي لسبع مواسم، درب العربي تحت 23 عام في الموسم الماضي، حقق معهم نجاحات يعني محدودة، وتحديدا عند المركز الثاني في البطولة خلف الاتحيل في بطل، يعني الاتحيل الذي حقق بطل دوري قطر غاز 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 ليج تحت 23 عاما، موسم الأول في دوري نجوم كيو أم بي لهذا العام. نتمنى التوفيق ل يعني اللاعبين وللمدربين وللفريقين في هذه المقابلة. نتابع أسامة أمري، أسامة أمري إلى عمار حمصان، نتابع هل نشهد انتفاضة لأيضا العربي اللي يأتي في ثاني أضعف خط دفاع في هذه البطولة خلف الإنخراطيات، ولعل أقوى خط دفاع هو الزعيم السداوي، الزعيم السداوي الذي يمتلك أقوى خط دفاع وأقوى خط هجوم، سجل مهاجمي أبرزهم بغداد بنجاح ل 15 هدف له شخصيا و 32 هدف لها السد، وتلقى مرماها لأربع أهداف فقط في أقوى خط دفاع في هذه البطولة الزعيم السداوي. وأضعف خط هجوم أيضا الخريطيات، من المفارقات التي تجمع الفريقين الخريطيات، أضعف خط هجوم، أضعف يعني خط دفاع. هنا أيضا المتابعة، ونحن نسير في الربع الثاني الذي انتهى وانقضى في هذه اللحظات، نسير في الربع الثالث من عمر الشوط الأول. المشهد الأول إلى الآن قائم، والتقدم للملك القطراوي بهدف عن طريق اللاعب الكاميروني صامويل إيتو. موسم الأول مع نادي قطر، يعني تعاقد معه الملك القطراوي في أغسطس في مطلع هذا الموسم، وفي هذا العام حقق الكاميروني لكأس الأمم الإفريقية مرتين. إذا تتحدث عن الإنجازات وعن الألقاب وعن الكؤوس سوف يعني تتحدث كثير عن هذا النجم الكاميروني، من الركائز ومن التعاقدات الممتازة جدا لإدارة نادي قطر وللمدرب الأرجنتيني سيرخيو باتيستا. موسم الأول نتابع اللقاء مشاهدينا الكرام، ولا يزال العربي متأخر بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 25. لقاءات كثيرة في الجولة العاشرة، الأسبوع العاشر، وفي لقاء يحمل رقم 57 في هذا الموسم.
وسط الإنجازات والألقاب، ولعلك تتحدث عن الجماهير العربوية التي تناظر تتابع على النتائج النادي العربي وتتابع فريق الأحلام اللي إلى الآن يعاني ويعاني. كل محب وكل عاشق لفريق الأحلام العربي لديه خصة ولديه حزن واضح، لديه يعني آهات إلى الآن يعني يعاني منها العشاق، يعاني من المحبين لهذه أيضا لهذا النادي العريق العربي الغائب عن النتائج الإيجابية وعن الوضع الطبيعي اللي من المفترض أن يكون فيه العربي إلى الإنجازات والألقاب والنتائج الإيجابية. مشاهدينا الكرام، هنا في صافرة ورايا وتسلل، العربي في شهر أغسطس مطلع هذا الموسم جاء بفوزين وخسارة كبيرة أمام السد بالعشرة. قطر جاء بفوز وخسارتين. جاء العربي في شهر سبتمبر الماضي شهر 9 ثاني شهور بطولة دوري نجوم كيومبي لفوز وثلاث خسائر، بينما نادي قطر ثلاث خسائر وتعادل سلبي، وفي شهر اكتوبر لخسارتين للعربي وفوز وتعادل لنادي قطر. هل ستكون الخسارة الثالثة في شهر اكتوبر؟ هذا ما سوف نتابعه، هذا ما سوف نتابعه. اي نعم، المدرب التونسي يعرف خفايا النادي العربي كونه درب نادي العربي تحت 23 عام العام والموسم الماضي، ولكن الحسابات تختلف في بطولة دوري نجوم كيومبي عندما تلعب مع الاحتراف مع اللاعبين الكبار. هنا المتابعة، هنا التسديدة، ولكن أيضا تعتلي العارضة من عمر العمادي الذي يتقدم بشكل إيجابي ويتقدم، ولكن تسديدة تذهب في أدراج الرياح إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. الأمور اللي تحدثنا عنها كثير، ولعل من المكسب حقيقة من الأسماء التي اعتمدت عليها كثيرا في الآونة الأخيرة للاعبين القطريين، اللاعبين الشباب اللي يعتمد عليهم نادي قطر، أبرزهم أحمد معين أفضل لاعب شاب في القارة الصفراء لعام 2014. هنا المحاولة، هنا المتابعة، لا زالت المحاولة، ولكن إنقاذ من أحمد إبراهيم الدولي العراقي في هذه الفرصة. كرة اللعب الآن، محاولة إلى الأمام، انطلاقة سريعة في الجهة اليسرى، محاولة إلى الأمام، ولكن محمد صلاح النيل يعجبني كثيرا ولما فعل في الموسم الماضي. هذا اللاعب ينضج في كل عام، تبارك الله لهذا اللاعب محمد صلاح النيل اللي يقدم أجمل العطاءات، أجمل المستويات، أجمل يعني اللمسات والفنيات العالية شاهدناه في الموسم الماضي. واحد من اللاعبين الذين لعبوا للريان في المواسم الماضية، لعب للمرخية، لعب للعديد من الأندية، يعول عليه كثير النادي العربي، ولكن العربي إلى الآن متأخر بهدف مقابل لا شيء في العشر دقائق المتبقية من الفصل الأول من المشهد الأول لهذا اللقاء المقام في استاد حمد الكبير، أحد القلعات المميزة التي احتضنت الأساطير، التي احتضنت الإنجازات، التي احتضنت البطولات هنا في هذه المقابلة وفي هذا الموسم. ولكن الغياب ولا يطول انتظارك للعربي يعني على الإنجازات وعلى الألقاب. هنا المتابعة وسط الميدان، نادي قطر يحاول الحفاظ على هذه النتيجة. صامويل إيتو، ما لحل المخضرم، ما لحل الكبير، تسديدة ولا أروع من صامويل إيتو. لاحظ ايضا التقدم وعمليات الوانتو مع عمر العمادي وفضل عمر في هذه اللحظات، اللي ايضا صامويل إيتو قائد كتيبة الملك القطراوي في هذه المقابلة اللي الى الان يتقدم بشكل ايجابي في الحفاظ على المشهد الاول وفي الشوط الاول. الضربة الركنية لنادي قطر في هذه اللحظات
لأحمد معين. هنا المتابعة لا، ولكن أيضا تتخلص وسط الميدان، محاولة إلى الملعب وسط الميدان. إلى الآن نادي قطر يحاول الحفاظ والضغط الكامل إلى الآن اللي يفرض نادي قطر في الدقائق فيما تبقى من الشوط الأول. انطلاقة سريعة إلى خالد أحمد، محاولة تبقى إلى عمر العمادي وسط الميدان، إلى فضل عمر، إلى أحمد معين، محاولة إلى عمار حمصان. إلى الآن محاولة، لا زال نادي قطر يسيطر على المباراة لعبا ونتيجة، ولما يعانيه العربي من أيضا الانكماش الواضح. انطلاقة إلى خالد أحمد، انطلاقة سريعة يا سلام، عملية الوانتو الآن في الطرف الأيسر، الآن محاولة ولكن تتخلص، تبقى تعود إلى نادي قطر الآن في هذه اللحظات، الآن قائمة في الجهة اليسرى إلى عمر العمادي، عمر العمادي إلى أحمد معين، محاولة إلى الأمام، انطلاقة سريعة، الملك القطراني في الجهة اليمنى، في الطرف الأيمن، في محاولة أولى الآن، ولكن لازالت المحاولة إلى أسامة عمري، أسامة عمري، وما يعانيه دفاع العربي في هذه اللحظات من الضغط الكامل، الإنقاذ من اللاعب محمد عصام، لاحظ أيضا وبالعرض البطيء هنا ايضا العدم التوافقيه وعدم الانسجام في هذه اللحظه اللي كان من المفترض وكان بالامكان يعني التعامل في مثل هذه الكرات والضغط الذي يفرض هذا المدرب الارجنتيني سيرخيو باتيستا. الى الان تفوق على المدرب التونسي حاتم المؤدب، ثلاث ركنيات للملك القطراوي مبعدا من احمد ابراهيم وسط الميدان. انطلاقة، محاولة، ونحن نسير في الدقيقة الأربعين من أحداث شوط المباراة الأول، ولا يزال التقدم لنادي قطر. وسط الميدان لاحظوا بالعرض البطيء خطأ لصالح الكولومبي فرانكو إريزالا. هنا حكم اللقاء العراقي علي صباح القيسي، حاتم المؤدب الذي يعني يتابع اللقاء بحرارة وبألم، إلى الآن متأخر بهدف. نتائج، هل ستكون النتائج الإيجابية للملك القطراوي والانطلاقة الممتازة في هذا اللقاء؟ أول يعود العربي دييغو غارديل، محاولة إلى الأمام مبعدة، تتخلص من صامويل إيتو، ما شاء الله تبارك الله، 37 عام للكاميروني. انطلاقة سريعة إلى أسامة أومري، أسامة ينطلق في الجهة اليسرى، في الطرف الأيسر الآن بأنانية كبيرة، بأنانية واضحة من أسامة أومري. أي نعم انطلق بالشكل الإيجابي، ولكن النهاية كان من الإمكان أفضل مما كان لأسامة أومري، ومعاه اللاعب الشاب راشد محمد في الطرف الآخر. ولكن أيضا يعني الأربع دقائق المتبقية من عمري ومن أحداث شوط المباراة الأول، تقدم الملك القطراوي. هنا المتابعة وسط الميدان، دييغو غارديل محاولة إلى الأمام، ولكن حارس المرمى جاسم الهيل واحد من الأبناء النادي ومن الركائز المهمة في تشكيلة الملك القطراوي اللي يعتمد في هذا العام على البرازيلي ساندرو دودو والكاميروني صامويل إيتو ومن السوري أسامة أومري. وأيضا القائمة تطول بأسماء نادي قطر الشبان واللاعبين المميزين، كأمثال أحمد معين لاعب العنابي صاحب 23 عاما، لعب لنادي الدحيل، واحد من الأسماء التي سجلت التاريخ
له شخصيا في افضل لاعب في القاره الصفراء الاسيويه عام 2014. كره تلعب الى فضل عمر، محاوله الى عمر العمادي الى صامويل ايتو، انطلاقه في الجهه اليمنى، محاوله الى الامام ولكن الابعاد من المدافع علي محمد يلعب في منتصف ملعب نادي العرب. ضغط كامل، استحواذ كامل، انضباط، اتجاه لنادي قطر، لكن الى الان العربي يعاني ويعاني في هذه المقابله في هذا اللقاء، والذي الى الان نتابع نادي قطر استحوذ على الشوط الاول لعبا ونتيجه. صامويل ايتو تسديده ولكن زاحفه جانبيه لمرمى الحارس ساطع العباسي. ساطع العباسي، تسديده الكاميروني صامويل ايتو. ايتو الانجازات والالقاب، لعب لريال مدريد ولعب لاسبانيول، لعب لمايوركا لاربع اعوام، لعب ل 120 مباراه مع مايوركا 48 هدف، ومع برشلونه حقق 8 القاب مع البرشا، 3 دوري، بطوله كاس يعني كاس الملك، كاس السوبر، دوري الابطال لمرتين مع الانتر، سجل 108 هداف مع الانتر صامويل ايتو. انجازات والقاب للكاميروني. نبقى في اجواء المباراه مشاهدينا الكرام، ولا يزال اللاعب عمار حمصان المدافع القوي، واحد من المكاسب المهمه ومن التعاقدات الجديده المميزه لهذا المدافع القوي، لاعب الذي لعب لي ايضا نادي الشعلة اليمني. عمار حمصان، كرة اللعب الان وسط الميدان، نادي قطر هل يعني يقدم ويزيد من ايضا جراحي ومن النتائج السلبية للنادي العربي. هنا المتابعة الى الامام، محاولة ولكن ايضا تتخلص، تبقى الى حارس المرمى ساطع العباسي. اذا كل الامور يعني في هذه الجوله والاسبوع العاشر، نتابع واياكم الصداره للتحيل. الزعيم السداوي اللي لديه 3 لقاءات مؤجله، لقاءين ولكن له لقاء غدا امام الاهلي استاذ حمد بن خليفه. الشيحانية على موعد أيضا. هنا المتابعة الآن، محمد صلاح، الهدف المحقق على النيل، محمد صلاح النيل. لاحظ أيضا، نتابع بالعرض البطيء الآن، محاولة، كلا زالت المحاولة قائمة. الضغط الواضح في الدقيقة الأخيرة التي احتسبت من حكم اللقاء العراقي علي صباح القيسي، يحتسب لدقيقة الوقت البدل الضايع. كاد أن ينهي الشوط الأول علي يعني محمد صلاح النيل، كاد أن ينهي أحداث الشوط المباراة الأول بأيضا التعادل. كرة اللعب الآن، محاولة محمد عصام مقطوعة، ولكن أيضا محمد صلاح النيل كاد أن يصطاد الهدف ويعادل النتيجة. جارديل، دييغو غارديل، محاولة تعود الآن، وزالت المحاولات إلى فرانكو أريزالا ولكن الإبعاد. وهنا يعلن الحكم العراقي علي صباح القيسي عن نهاية الشوط الأول بتقدم الملك القطراوي بهدف على فريق الأحلام العربي في الدقيقة 25. أترك الآن الكلمة لزميلي بشير عبد الله وللزميل وسام رزق، تفضلوا لكم الكلمة. المقابلة، انطلق الشوط المباراة الثاني مشاهدينا الكرام. كل التوفيق وكل الامنيات للفريقين في اي الشوط الثاني. نتابع واحدة من اللقاءات المهمة لنادي قطر اذا ما حقق الفوز في هذا اللقاء
ليرفع رصيده الى النقطة الحادية عشرة في ايضا المركز الثامن مشتركا مع الغرافة الفهود الذي لديه لقاء يعني بعد هذا اللقاء في استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة امام الفرسان الخور. نتمنى التوفيق في هذه المقابلة اليوم من الفريقين لكل من يلتحق بنا مشاهدينا الكرام ويتابعنا على قنوات الكاس الرياضية لتشكيلة نادي قطر. هذه إعادة لتشكيلة الفريقين. جاسم الهلي نادي قطر في حراسة المرمى، انطلاقة سريعة، محاولة، تقدم الآن، متابعة ولكن ضاعت، استبسال وتصدي لحارس المرمى الحارس جاسم الهيل حارس مرمى نادي قطر في هذه المقابلة. تصدي واضح، انقاذ لنادي قطر من معادلة النتيجة. وهنا يعني يده في إصابة بالغة لعبد الله معرفي قائد الكتيبة العرباوية في هذه المقابلة. وإلى الآن كما ذكرت تشكيلة نادي قطر في حراسة المرمى جاسم الهيل، في خط الدفاع علي محمد، عمار حمصان، راشد محمد، وخالد احمد، فضل عمر في وسط الميدان، عمر العمادي، والبرازيلي ساندرو دودو، والقطري احمد معين، اسامه امري وصامويل ايتو في المقدمه هنا في ايضا هذه المقابله. وهنا ضياع الفرصه وكاد ان يكون الهدف التعادل لنادي العربي عن طريق اللاعب الواضح احمد فتحي. كاد ان يصطاد هدف التعادل ويعود بالعربي الى احداث هذه المقابله والى هذا اللقاء. العربي في يعني اعاده لتشكيله النادي العربي في الشوط الثاني. ساطع العباسي في حراسه المرمى، احمد فتحي، عبد الله معرفي، مدير عبد ربو، علي محمد، وعبد الرحمن وليد، محمد صلاح النيل، احمد ابراهيم اللاعب العراقي، وايضا الكولومبي في المقدمه فرانكو اريزالا، والبرازيلي دييغو غارديل. والقادم في الشوط الثاني الذي جاء بديلا لمحمد عصام هو البرازيلي الاخر ماريسون فارياس. اذا نتابع مشاهدينا الكرام، هل نشهد انتفاضه ونشهد اداء مغايرا عما رايناه للعرب في الشوط الاول بنسبه استحواذ 43%. يعني في الشوط الاول هنا يبدو في إصابة لعبد الله معرفي. بالسلامة لكابتن وقائد الكتيبة العرباوية، بالسلامة لكل لاعب الفريقين ولعبد الله معرفي. نتابع اللقاء مشاهدينا الكرام في هذه اللقاءات التي تجمع الفريقين، ولعل التفكير والحوار الذي يأتي لصالح المدرب التونسي حاتم المؤدب للتفوق للأرجنتيني سيرخيو باتيستا. باتيستا المدرب لنادي الملك القطراوي الذي سيطر على المباراة في الشوط الأول، 57% نسبة الاستحواذ، 43% للعربي، ودليل واضح على ما يعانيه العربي في الشوط الأول. نتمنى أن نشاهد يعني أداء مغاير للعربي في الشوط الثاني. أسامة أمري الآن وسط الميدان الى احمد معين اللاعب الممتاز الشاب، كرة اللعب في الجهة اليمنى الى راشد محمد، محاولة، تقدم، لازالت المحاولة قائمة ولكن مقطوعة من احمد ابراهيم مدافع العراقي الدولي الى ايضا فرانكو اريزالا. كولومبي الى الان لم يقدم العطاءات المطلوبة عندما تعاقد معه النادي العربي. أتى قبل قليل ماليسون فارياس البرازيلي بديل محمد عصام، ويبدو في بديلا لعبد الله معرفي قائد النادي العربي وقلب الدفاع وواحد من الركائز المهمة في تشكيلة النادي العربي. دييغو غارديل وسط الميدان، محاولة لأحمد فتحي، أحمد فتحي إلى لي ايضا لصالح عبد الرحمن وليد، واحد من الركائز الممتازه جدا والذي يقدم اجمل العطاءات في هذا العام. احمد فتحي، محاوله تبقى لصالح النادي العربي الذي يحاول ايجاد الثغرات ومعرفه نقاط الضعف في تشكيله نادي قطر.
في نادي قطر في الشوط الثاني. نتابع اللقاء مشاهدينا الكرام. هنا عبد الله معرفي يقاد أرضية الميدان، ويأتي اللاعب جاسر يحيى. جاسر يحيى يأتي بديلا لعبد الله معرفي الذي خرج وغادر أرضية الميدان بداعا اليسار وسط الميدان. كرة اللعب إلى عمر العمادي، إلى راشد محمد، إلى فضل عمر. فضل عمر يخير تماما إلى الجهة اليسرى، إلى الطرف الأيسر، إلى أسامة أومري. أومري الآن إلى صامويل إيتو العائد إلى في منطقة الـ18. إلى الآن محاولة إلى الأمام، تمريرة ولكن إلى حارس المرمى، الحارس صادع العباسي. بهذه الوضعية وما رأيناه في الشوط الأول لاستحواذ لعبا ونتيجة للملك القطراوي، استكمال للجولة المؤجلة لنادي الدحيل في يوم الثلاثاء القادم. هنا دخول قوي على صامويل إيتو. كل الأحداث ولعل من الصفقات الممتازة والمميزة للكاميروني صامويل إيتو في تشكيلة الملك القطراوي، خطأ لصالح نادي قطر في هذه اللحظات. هل نشهد الهدف الثاني الآن وما يعانيه العربي في هذه المقابلة وفي هذا الموسم من خمس يعني نتائج ومن خمس مباريات وخمس خسائر متتالية ومتلاحقة؟ هذه الخسارة السادسة على التوالي. محاولة ولكن تعتلي العارضة، اعتلت العارضة تسديدة قوية، اعتلت العارضة. نتابع مشاهدينا الكرام هنا في هذه المقابلة، وإلى الآن يعني نتابع وإياكم، لا زالت الخطورة قائمة وموجودة لنادي قطر. الكرة منقولة وسط الميدان، محمد صلاح النيل إلى أحمد فتحي، أحمد فتحي إلى عبد الرحمن وليد. عودة عبد الرحمن وليد في الطرف الأيسر، وقدوم اللاعب البرازيلي ماريسون فارياس الذي أتى بديلا لمحمد عصام إلى محمد صلاح النيل في الجهة اليسرى في الطرف الأيسر. إيجاد الثغرات من العوامل المهمة. إلى أحمد فتحي، محاولة إلى الأمام ولكن بلا عنوان، تمريرة إلى خارج أرضية الملعب لضربة مرمى لصالح جاسم الهيل. حاتم المؤدب إلى الآن يعاني ويعاني لمقابلة الأرجنتيني باتيستا. إلى الآن استكمال الجولة الخامسة المؤجلة للدحيل يوم الثلاثاء القادم، الدحيل أمام السيلية، وتحديدا الجولة الحادية عشرة القادمة يعني في يوم الثاني والثالث والرابع من شهر نوفمبر، يوم الجمعة والسبت والأحد العربي أمام الدحيل في الجولة القادمة في الأسبوع الحادي عشر. النادي قطر أمام الريان في استاد الزحيم بن حمد بنادي قطر. الغرافة أمام الشحانية. أم صلال أمام الزعيم السداوي في الأسبوع القادم، لكن الزعيم السداوي غدا لديه مقابلة ولديه لقاء في استاد حمد بن خليفة أمام العميد الأهلاوي. والشحانية القادم الممتاز والجديد لتشكيلة نجوم دوري نجوم كيو أم بي لهذا العام أمام الصقوري برزان غدا بحول الله تعالى على هذا الملعب وعلى هذا الاستاد، استاد حمد الكبير. كرة اللعب الآن، فرانكو أريزالا وسط الميدان، محاولة انطلاقة سريعة في الجهة اليسرى إذا عد فيها خطورة، محاولة انتظار ولكن مقطوع. انطلاقة سريعة إلى عمر العمادي، إلى فضل عمر،
احمد معين الى ساندرو دودو، محاولة تعود مجددا الى العربي الذي يحاول ايجاد الثغرات وايجاد نقاط الضعف في تشكيلة نادي قطر، وعكس ما رأيناه في الشوط الاول تحديدا في الدقيقة العاشرة من احداث شوط المباراة الثاني. هل يعود العربي الى اجواء التعادل ومن ثم التفكير في امور اخرى؟ هنا متابعه عرضيه الى العمق الان، متابعه ولكن الابعاد، الابعاد ياتي، الابعاد ياتي من المدافع علي محمد وعمار حمصان. هذا البرازيلي ساندرو دودو، لاحظوا بالعرض البطيء لهجمه منظمه للعربي كادت ان تنتهي في المرمى لولا يعني القراءة السليمة من البرازيلي ساندرو دودو صاحب 31 عاما، يأتي كقلب دفاع في هذه المقابلة. هو يلعب في وسط الميدان ورأيناه في اللقاءات الماضية، لكن ربما يعاني نادي قطر في مركز قلب الدفاع. كرة اللعب الآن، محاولة إلى صامول إيتو، وإيتو الآن مقطوعة من الدولي أحمد إبراهيم. متابعة إلى عبد الرحمن وليد، انطلاقة محمد صلاح النيل في الجهة اليسرى. هل هذا اللاعب الذي يمتلك لي مهارات عالية ولي أيضا ثقة بالنفس مش طبيعية ما شاء الله تبارك الله لهذا اللاعب محمد صلاح النيل إلى أحمد إبراهيم، أحمد فتحي العربي إلى الآن يقدم أفضل يعني في الشوط الأول مما رأيناه في الحصة الأولى. نتابع أحمد إبراهيم، كرة اللعب الآن إلى فرانكو أريزالا، أريزالا إلى عبد الرحمن وليد، محاولة استحواذ كامل لنادي العربي في الشوط الثاني. لا زالت الخطورة والسيطرة قائمة لفريق الأحلام العربي. هنا المتابعة للبرازيلي ماريسون فارياس، الكرة إلى الأمام، أداء يعني إلى الآن يعني أفضل مما كان في الشوط الأول. كيف ستكون هذه المقابلة؟ كيف سيكون هذا اللقاء؟ هل ينهي الآمال الملك القطراوي على العربي في الشوط المباراة الثاني؟ أو أن يكون لي ثورة ولي أيضا العودة الإيجابية بتحركات جماعية وفاعلية للعربي؟ محاولة وسط الميدان إلى أليسون، ماليسون فارياس، ولكن تطول من فرانكو أريزالا. لا زالت الكرات المقطوعة في وسط الميدان، من يعمل كنترول في وسط الميدان سوف تكون الأفضلية بلا شك. تخيير يعني وحيد بل تغييرين يعني أجرى تغييرين أو تغيير وحيد لأيضا العربي ماليسون فارياس الذي يأتي بديلا لمحمد عصام. مطرح هذا الشوط كرة اللعب يغير تماما إلى عبد الرحمن وليد، عبد الرحمن وليد مقطوعة كرة اللعب الآن، وفي خطأ بالفعل، خطأ واضح وبطاقة صفراء، البطاقة الصفراء على اللاعب علي محمد، بطاقة صفراء واضحة في الدقيقة 15 من أحداث الشوط المباراة الأول لعلي محمد. علي محمد جاسمي في تشكيلة الملك القطراوي، خطأ لصالح العربي. هل يعود العرباوية إلى أجواء التعادل؟ هنا محاولة إلى الأمام، مرة جانبية من دييغو غارديل، البرازيلي غارديل كاد أن يصطاد المرمى، جانبية للقائم الأيسر لجاسم الهيل. لاحظ الإعادة قريبة جدا، كاد البرازيلي غارديل
من العودة إلى أجواء التعادل وسط نظرات ترقب من الأرجنتيني سيرخيو باتيستا. محاولة عالية للأمام وسط الميدان العربي، هل يعود إلى أجواء التعادل؟ إلى الآن يفرض أسلوبه وطريقته حقيقة في الشوط الثاني، وأداء مغاير عما رأيناه في الشوط الأول. الجماهير القطراوية، جماهير الملك القطراوي التي يعني تعاني وتعاني في الشوط الثاني وسط الصلابة الدفاعية للملك القطراوي. ليس من السهل بمكان العربي يعود في هذه اللحظات. كرة اللعب الآن في الجهة اليسرى، التسديدات والتصويبات وسط تصدي دفاعي ممتاز للملك القطراوي، ولكن فريق الأحلام نتمنى أن يعود لكي نشاهد واحدة من المباراة الممتازة والمهمة فنيا وتكتيكيا في هذه المقابلة. التغيير الأول الآن إلى علي سعيد المهندي. علي سعيد المهندي، علي سعيد المهندي يأتي بديل لراشد محمد. علي سعيد المهندي يأتي بديلا لراشد محمد. التبديل الأول لصالح نادي قطر في هذه المقابلة. أسامة عمري إلى النجم الممتاز الشاب أحمد معين لاعب العنابي القطري. محاولة، ولكن أيضا أحمد معين اللاعب الممتاز أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2014، خاض تجارب احترافية في نادي ليونيزا الإسباني وأيضا مع نادي أوبن البلجيكي، واحد من الركائز المهمة مع العنابي. كرة اللعب الآن، محاولة إلى علي محمد. كرة اللعب الآن تعود مجددا إلى فضل عمر. يا سلام، محاولة ولكن أيضا تعود وسط الميدان. كرة اللعب توصل، محاولة علي محمد. بدأ نادي قطر، بدأ الآن نادي قطر العودة، العودة إلى أجواء المباراة. ولكن هل يكون التعادل للعربي في هذه اللحظات وسط يعني الحضور البدني العالي الكبير اللي يقدم لاعب الفريقين في هذه المقابلة؟ محاولة إلى الأمام ولكن الكرة المبعدة، لا زالت المحاولة قائمة لنادي قطر. يضغط في هذه اللحظات، يضغط لاحظ وسط الميدان. كرة اللعب الآن في الجهة اليمنى في الطرف الأيمن، ولكن عرضية بلا عنوان إلى خارج أرضية الملعب. عرضية بلا عنوان إلى خارج أرضية الملعب. هل نشهد التسديدات؟ هل نشهد الروعة بالتسديدات؟ وما رأينا من صامويل إيتو في الشوط الأول، الروعة بالتسديد من هدفي الوحيد الآن. إياك والخطأ، كاد أن يخطئ ساطع العباسي، كاد أن يكرر الخطأ للمرة الثانية. ساطع العباسي يأتي للحارس المصاب مسعود زراعي في ظل غيابات النادي العربي. الحارس مسعود زراعي بداعي الإصابة، ويوسف رمضان اللي لم تكتمل جاهزيته قبل هذه المقابلة لم يكن جاهزا وفي خطأ. الخطأ لصالح العرباوية للبرازيلي باليسون فارياس. البديل الذي جاء بديل لمحمد عصام. نتابع اللقاء مشاهدينا الكرام. خطأ لصالح العربي. هل نشهد التسديدات القوية التي ربما تعطي التعادل لصالح العربي ومن ثم يعود إلى أجواء التعادل؟ الوقت يمر على العرباوية والجماهير العرباوية الحاضرة وجماهير نادي قطر الملك القطراوي الحاضرين بلا شك، والمتابعين صغارا وكبارا. الوقت يمر
وليكون الوقت القادم أمر وصعب جدا على النادي العربي. وسط تسديلات وتدوين واضح من الأرجنتيني سيرخيو باتيستا من العودة للملك القطراوي. هل نشهد التحركات عبر الأطراف؟ ربما تنتج عن هدف قادم وسط التدخلات الناجحة التي ربما تكون ناجحة وناجحة. إلى أي حد سوف يصمد أي من الفريقين؟ وأنا اللاعب أحمد معين الذي يعاني من إصابة بالسلامة يا أحمد، واحد من الأسماء الممتازة لتشكيلة العنابي القطري. أحمد معين يغادر أرضية الميدان، خطأ للبرازيلي جارديل، محاولة إلى الأمام، لا زالت المحاولات، ولكن أيضا كرة تتخلص من علي محمد إلى خارج الملعب، الخطأ على الكابتن أحمد فتحي. أحمد فتحي الذي تسلم إشارة الكابتن من عبد الله معرفي الذي خادر أرضية الميدان بدع الإصابة، وجاء جاسر يحيى، محمد الجابري الآن، محمد الجابري نادي قطر الذي يعتمد على لاعبيه وعلى شبابه وبهمة رجاله، هل يحقق النتائج الإيجابية والبقاء في دوري نجوم كيوم بي لهذا العام؟ أحمد معين يغادر أرضية الميدان الآن، ربما يأتي محمد الجابري. التبديل، هل يكون التبديل الثاني لنادي قطر بعد خروج راشد محمد وقدوم علي سعيد المهندي؟ محمد الجابري هل يأتي بديل لأحمد معين الذي يعاني من إصابة؟ وسط الميدان كرة اللعب الآن إلى خارج أرضية الملعب، بدأت التحركات التي تأتي لصالح نادي قطر في الربع الثاني من هذا اللقاء. وسط تسديدات مرت بسلام وهدوء للحارس الساطع العباسي. يبدو في إصابة لأحد لاعبي نادي قطر، ربما أحمد معين الذي يعاني من إصابة، ربما يأتي محمد الجابري. التبديل الثاني الآن لنادي قطر في هذه المقابلة. رأينا الكرة الرأسية التي اعتلت المرمى والعارضة لنادي قطر اللي إلى الآن يتقدم بهدف مقابل لا شيء للبرازيلي صامويل إيتو. الكاميروني صامويل إيتو سجل هدف نادي قطر في الدقيقة 25 كما توقعت. محمد الجابري يأتي بديلا لأحمد معين نجم العنابي القطري. كرة اللعب الجهة اليسرى إلى أسامة أومري. كرة اللعب الآن في الجهة اليسرى، محاولة إلى نادي قطر، هل يعود للاستحواذ للتركيز العالي للضغط الكامل؟ وهذا اللي رايناه في الربع الاول من الشوط ومن الحصه الاولى، انتشار سليم حقيقه ورائع وممتاز للمدرب الارجنتيني سيرخيو باتيستا. كره اللعب الى جارديل، ماليسون جارديل، احمد فتحي الذي يتلقى التمريره من البرازيلي دييغو جارديل. لاحظ الإعادة، تابع وبالعرض البطيل الكابتن، تسديدة قوية، الإنقاذ من حارس المرمى جاسم الهيل، إلى ضربة ركنية لصالح النادي العربي، مرت بسلام واعتلت العارضة، وأيضا إلى ضربة ركنية لصالح النادي العربي. هنا المتابعة، متابعة الآن، ولكن أيضا تعود للعربي، ولكن الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. العربي يحاول العودة
في أقرب فرصة لكي يعود محمد صلاح النيل. شهدنا يعني هدف محقق ضاع على محمد صلاح في الشوط الأول في آخر دقيقة من الوقت البدل الضايع المحتسب من حكم اللقاء العراقي علي صباح القيسي. محاولة إلى الأمام ولكن الإبعاد وفي خطأ. خطأ دخول على حارس المرمى جاسم الهيل. وسط يعني الـ يعني معظم لاعبي الفريقين متمركزين بالوسط والدفاع. يعني الاستحواذ إلى الآن في الشوط الثاني يعني 50-50. لاحظ الإعادة وبالعرض البطيء لدخول أحمد فتحي على حارس المرمى جاسم الهيل من اللاعب مدير عبد ربو. اللاعب اليمني مدير عبد ربو الذي يشترك مع جاسم الهيل كما شهدنا في الشوط الثاني. طابع الإثارة والندية والتسديلات والتدوينات قائمة للبرازيلي سيرخيو باتيستا. جاء بديلا للوطني عبد الله مبارك. نبهتك يا اخي على الوقت ولعب وكان لاعبا هذا المدرب في قلب الدفاع ولعب للعديد من الأندية في الأرجنتيني لسارسفيلد ونيوز أولد بويز الأرجنتيني ولعب لي أيضا كالياري الإيطالي. اعتزل كرة القدم هذا المدرب الواضح في عام 92 بالمناسبة. درب المنتخب الأرجنتيني في تصفيات مونديال البرازيل لعام 2014. كرة تلعب الآن إلى ماليسون فارياس. انطلاقة سريعة إذا مر فيها خطورة وفي أيضا خطأ. خطأ واضح للبديل يعني إحدى الأخطاء التي جاءت للمدرب التونسي حاتم المؤدب. لديه إمكانيات عالية البرازيلي ماليسون فارياس الذي لم يأتي في قائمة الأساسيين منذ انطلاقة الشوط الأول. وفي الشوط الثاني التي جاءت المباراة وفي الشوط الثاني شاهدنا وتابعنا الإثارة والندية ولكن هل نشهد النزعة الهجومية للنادي العربي بتحركات فاعلية وجماعية هنا في هذه المقابلة. وبين أحضان الحارس جاسم الهيل كاد أن يصطاد الهدف التعادل. لاحظوا بالعرض البطيء مشاهدينا متابعينا الكرام وسط تغييرات أخيرة لنادي قطر. لنادي قطر الآن يأتي لنادي قطر محمد صلاح النيل يقاد أرضية الميدان ويأتي اللاعب إبراهيم ناصر يأتي للاعب محمد صلاح النيل وأيضا لنادي قطر التبديل فاضل عمر يقاد أرضية الميدان ويأتي اللاعب عبد العزيز متولي الذي يلعب للعنابي تحت يلعب لنادي قطر تحت 23 عام. عبد العزيز متولي بديل لفضل عمر. لذلك يكون الناديين قد استنفذ التغييرات الثلاث. كرة اللعب الآن الشوط الثاني في ندية في أداء في إثارة في الشوط الثاني أفضل مما رأينا في الشوط الأول اللي تابعنا استحواذا كاملا لنادي قطر بأيضا ب 57% يقابل 43% لنادي العربي. ثبات كبير في أرضية الميدان لنادي قطر. النشد اقتحام للنادي العربي في العودة إلى أجواء التعادل. النشد الوصول للمرمى على نار هادئة وعدم التفريط بالنقاط وإيقاف نزيف الخسائر المتتالية والمتلاحقة. هذا ما سوف نتابعه. هذا ما سوف نتابعه.
في ما يميز النادي قطر في الشوط الأول في نموذج يعني رائع وحي في خلق المساحات وتضييق المسافات وسط الميدان. كرة اللعب الآن إلى ماليسون فارياس، انطلاقة سريعة، محاولة في الجهة اليسرى، ولكن أيضا عامل رقابة لصيقة علي محمد وخالد أحمد وأيضا محمد الجابري الذي أتى بديلا وعبد العزيز متولي وعلي سعيد المهندي. كرة اللعب العرباوية الآن، متابعة الحكم العراقي علي صباح القيسي القريب لكل الأحداث، والبطاقة الصفراء بداعي التمثيل لفرانكو أريزالا. بطاقة صفراء في الدقيقة 30 للكولومبي فرانكو أريزالا الذي تعمد التمثيل في هذه الفرصة، والحكم الدولي العراقي علي صباح القيسي القريب لكل الأحداث بأيضا يعني قيادة تحكيمية ممتازة في هذه المقابلة وفي هذا اللقاء. ولعل ما يميز يعني الأخطاء هنا أيضا انطلاقة إلى غارتيل، دييغو غارتيل إذا بر فيه خطورة، إذا عدى فيها خطورة، ولكن أيضا التصدي وإقطاع وأيضا قطع الكرة من اللاعب علي محمد. محمد الجابري، كل الأحداث التي تخص التحكيم نترك لبرنامج الحكم. هنا المدرب التونسي حاتم المؤدب، هل يعني يعدل ويقف في وجه الخسائر المتتالية والمتلاحقة الأخيرة؟ هل ستكون الخسارة السادسة للعربي والفوز الثالث للملك القطراوي بقيادة المدرب الأرجنتيني باتيستا؟ كرة اللعب الآن، انطلاقات جديدة للعربي في الجهة اليمنى إلى دييغو غارتيل، ولكن مقطوعة، تعود مجددا إلى جاسر يحيى، إلى غارتيل، إلى ماليسون. هنا محاولة الترقب الآن، المتابعة، ولكن استبسال، تصدي شجاعة، قراءة من الحارس جاسم الهيل، ينقذ مرمى الملك القطراوي من هدف كاد أن يكون التعادل، كاد أن يكون التعادل. لاحظ الإعادة، لاحظوا بالعرض البطيء لماليسون فارياس البرازيلي، ماليسون فارياس كاد أن يضع العربي في التعادل الأول للعربي في هذه أيضا البطولة، ولكن أيضا استبسال وتصدي يعاني ويعانق لهذا الحارس الممتاز جاسم الهيل. هل نشهد انتفاضة فيما تبقى من الدقائق المتبقية؟ 12 دقيقة هنا في الهدف 85% نحو الهدف للعربي، دخول قاسي وكبير والاشتراك ما بين العراقي أحمد إبراهيم الدولي العراقي، دخول قوي وقاسي، وأظن فيها بطاقة صفراء الآن في هذه اللحظات، يبدو يعاني من إصابة عمار يعني حمصان. دخول قاسي وقوي ما بين الفريقين. هنا البطاقة لعبد العزيز متولي، الاشتراك ما بين عبد العزيز متولي وأيضا اللاعب العراقي أحمد إبراهيم. دخول قوي وقاسي من العراقي أحمد إبراهيم على عبد العزيز متولي الذي ينال البطاقة الصفراء في الدقيقة 79 من أحداث اللقاء. بلا شك سوف يكون لبرنامج الحكم كريمة في هذا الدخول القاسي. متابع إلى الأمام، التصويب لم تكن بالدقة المطلوبة لأيضا محمد صلاح النيل الذي كاد
أن يعادل النتيجة ولم تكن الآن وسط التغيرات وسط الاستبزال من حارس المرمى جاسم الهيل أمام البرازيلي ماريسون فارياس. اندفاع بدني عالي كبير للاعب العرباوية في هذه المقابلة وسط تحركات يعني الحكم العراقي علي صباح القيسي. التحركات الموفقة والسليمة في سير اللقاء والشخصية المحببة لهذا الرجل. إلى الآن نادي قطر في العشر دقائق الأخيرة ونحن نسير في الدقيقة 35 من أحداث شوط المباراة الثاني. هنا انطلاقة الآن متابعة انطلاقة سريعة لمحمد الجابري لنادي قطر في هذه اللحظات. علي محمد ويكسب خطأ لنادي قطر الذي يتعامل مع المباراة تحديدا في الشوط الثاني بأيضا انضباط بتركيز عالي لأن التركيز المطلوب حتى الصافرة وحتى نهاية هذه المقابلة. ودائما يعني نشاهد الأهداف تأتي في الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي أو من الوقت البدل الضائع. يبقى التركيز في الثلث الأخير للعرباوية. انطلاقة سريعة إلى ضربة ركنية يعني الأدوار والقيمة المضافة حقيقة من لاعبي نادي قطر في هذه المقابلة في تحجيم أدوار المهاجمين للكولومبي فرانكو أريزالا وللبرازيلي دييغو غارديل وللبرازيلي الآخر ماليسون فارياس. وسط مهارة وقيمة عظيمة ومجهود واضح وخرافي. إلى الآن متابعة لازالت المحاولة قائمة. هنا المتابعة إلى الملك القطراوي ولكن إبعاد من أحمد إبراهيم. انطلاقة سريعة هنا أحمد فتحي. انطلاقة سريعة الآن ويكسب خطأ وكثرة البطاقات الصفراء على عمار حمصان. عمار حمصان يبقى التركيز في الثلث الأخير والعودة من جديد لأيضا النادي العربي. إلى الآن في الشوط الثاني أفضل في الحفاظ على الخطوط والمناطق وهذا يعني اللي فعل المدرب حاتم المؤدب في الشوط الثاني بعمل اتزان. هنا المتابعة عرضية إلى الأمام إلى العمق الآن متابعة. يا الله مرت جانبية للقائم الأيمن لمرمى الحارس جاسم الهيل في هذه المقابلة ما قبل إنهاء الشوط الثاني والمقابلة لسبع دقائق. لاحظوا بالعرض البطيء والتركيز العالي ولكن أيضا التأخر بعض الشيء يبدو في لمستين على لاعب أحمد فتحي. محاولة إلى الأمام. لاحظ التفوق العددي لنادي قطر في اللحظات الأخيرة وفي السبع دقائق المتبقية. متابعة الآن ومبعدة من عمار حمصان. هنا إلى الأمام وسط الميدان كرة اللعب توصل وسط التغطية والتفوق العالي اللي يفرض نادي قطر. هنا أحمد فتحي لازالت المحاولات. ماليسون فارياس أحمد فتحي. هنا المطالبة ولكن الإبعاد. المطالبة بضربة جزاء ولكن الحكم العراقي علي صباح القيسي الحاضر. وما يميز هذا الحكم العراقي الدولي أنه يقف بشكل إيجابي وبرؤية في زاوية معينة وممتازة في أيضا أخذ القرار والتحكم في أخذ القرار لكي يأخذ القرار السليم في هذه المقابلة. أسالت الكرة الآن وسط الميدان إلى غارديل. غارديل انطلاقة سريعة محاولة إلى ماريسون فارياس يكسب خطأ. كثرة الأخطاء على عمار حمصان وعلى دفاع الملك القطراوي. هل يكون كلمة لفريق الأحلام العرباوي
العربوية مطالبين بالعودة إلى النتائج الإيجابية وسط تحركات فاعلية وجماعية. أكثر اللاعبين اللي لديهم تحرر واضح هو البرازيلي دييغو غارديل. إلى الآن خطأ لصالح العربي. هل نشهد هدف التعادل فيما تبقى الخمس دقائق المتبقية من الوقت الأصلي من هذا اللقاء؟ دييغو غارديل محاولة ولكن الإبعاد تعود مجددا. الآن محاولة الأمام إلى غارديل. غارديل الآن لصامويل إيتو ولكن في خطأ على الكاميروني صامويل إيتو. 37 عام للكابتن والمخضرم صاحب التاريخ والإنجازات. هنا عبد الرحمن وليد والعرضية ولكن الإبعاد وسط تركيز عالي لدفاع نادي قطر. هنا المتابعة ولكن إلى حارس المرمى جاسم الهيل. التوزيعات الأكثر من رائعة في شوط المباراة الثاني للعرباوية ولكن العرضيات التي تذهب فوق المرمى كاد أن يكون هدف التعادل للعرباوية في الشوط الثاني ولكن التركيز العالي لجاسم الهيل. غارديل محاولة إلى الأمام كاد أن يخطئ جاسم الهيل. لاحظ الإعادة دخول يعني غير موفق لجاسم الهيل في هذه اللحظات العصيبة للملك القطراوي. هل نشهد المعادلة للنتيجة للفريق الأحلام؟ هنا المتابعة الآن هنا الرأسية ولكن جاسم الهيل في الموعد. رأسية القوية من العراقي المدافع الدولي أحمد إبراهيم. تصدي لجاسم الهيل في أيضا الهفوة التي كادت أن تكون قبل دقائق. أصلت القوة والسرعة للاعب العربي. القوة والسرعة العالية باتجاه المرمى. ولكن وسط التغطية الجانبية الحاضرة للاعب نادي قطر في هذه المقابلة. نتابع مشاهدينا الكرام. هنا المتابعة. انطلاقة في الجهة اليسرى في الطرف الأيسر. لكن يعني التركيز العالي. مطلوب حتى النهاية. العربي يضغط بكل لاعبي بكل ما أوتي من قوة. صعود كل لاعب نادي العربي في هذه اللحظات في الدقيقتين المتبقيتين. هنا المتابعة ولكن تطول على البرازيلي ماريسون فارياس. العربي في الجولة 11 والأسبوع 11 يصطدم بمتصدر الدوري مؤقتا نادي الدحيل في يوم الجمعة والسبت والأحد في الثاني والثالث والرابع من شهر نوفمبر القادم. ونادي قطر أمام الريان في استاد إسحيل بن حمد بنادي قطر. الغراف أمام الشحارية وأم صلاة أمام السد. الخور أمام الأهلي. الإخراطيات أمام السيلية في الأسبوع 11 في الجولة القادمة. ولكن بعد هذا اللقاء على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة. لقاء الغرافة أمام الخور بعد هذا اللقاء مباشرة. نتابع كرة اللعب الآن. العرباوية الآن. العربي يضغط إلى ماليسون فارياس. محاولة في الجهة اليمنى. عرضية إلى العمق الآن ولكن الإبعاد وسط التغطية الجانبية الحاضرة. وإلى أسامة عمري يكسب خطأ اللاعب الممتاز خالد أحمد. اللاعب الممتاز علي سعيد المهندي وأسامة عمري وخالد أحمد عاملين مجهود واضح وممتاز في تحقيق النتيجة الإيجابية والفوز الثالث لنادي قطر في حتى الجولة العاشرة. كما ذكرت
فوز وتعادل للملك القطراوي في شهر اكتوبر. واذا ما انتهى هذا اللقاء فان الفوز الثاني وتعادل وحيد في ايضا احداث شهر اكتوبر لنادي قطر. هنا ايضا الرؤسيه من احمد ابراهيم. الاربع دقائق المحتسبه للوقت البدل الضايع من حكم اللقاء الدولي العراقي علي صباح القيسي. الحكم الرابع فيصل اليافعي. انطلاقه سريعه الى علي سعيد المهندي، متابعه الى الامام ولكن تبقى الى جاسر يحيى، الى حارس المرمى جاسم الهيل. كره اللعب الان لنادي قطر، انطلاقه سريعه، محاولة ولكن هنا لصالح نادي قطر في هذه اللحظات. الأرجنتيني سيرخو باتيستا الذي يتفوق على التونسي حاتم المؤدب. والثلاث دقائق المتبقية على الوقت البدل الضايع ولا يزال يتقدم نادي قطر بهدف جاء للكاميروني صامويل إيتو في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول. هنا انطلاقة سريعة، محاولة ولكن في خطأ إلى ضربة مرمى لصالح النادي العربي. الدقيقة الأولى انقضت انتهت ونحن نسير في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضايع. العربي امام الدحيل في الاسبوع 11، نادي قطر امام الريان، امام الرهيب الرياني الملك القطراوي لمقابلة الرهيب الرياني في الجولة القادمة. وبعد هذا اللقاء لقاء الفهود الغرافة امام الفرسان الخور في الساد الثاني بن جاسم بنادي الغرافة. انطلاقة سريعة، محاولة إلى أسامة أمري ولكن تطول على أسامة أمري إلى خارج أرضية الملعب. أسامة أمري اللاعب السوري لعب لنادي الوحدة السوري الدوري السوري الموسم الثاني مع في نادي قطر. محاولة عالية للأمام وسط الميدان، كرة اللعب الآن والتركيز العالي لنادي قطر الذي يعمل اتزان يعمل تركيز. هنا انطلاقة سريعة ولكن تمريرة خاطئة بلا عنوان من ماديسون فارياس البرازيلي إلى خارج أرضية الملعب. المدرب التونسي حاتم المؤدب والخسارة السادسة على التوالي. الخسارة السادسة للنادي العربي والفوز الثالث للملك القطراوي بقيادة المدرب الأرجنتيني سيرخيو باتيستا اللي عامل شهر أكتوبر يعني فال خير للأرجنتيني باتيستا، فوزين وتعادل حتى هذه اللحظات بعكس ما رأيناه في شهر سبتمبر، ثلاث خسائر وتعادل سلبي، وشهر أغسطس فوز وخسارتين لنادي قطر. ولكن النتائج السلبية والهزائم المتتالية للعربي، الخسارة الثالثة في شهر أكتوبر. هنا المتابعة، كاد أن يخطئ الآن جاسم الهيل ولكن أيضا التقدم الآن، تقدم جاسم الهيل إلى أسامة أمري. هنا المتابعة ولكن النص دقيقة، وهنا يعلن الحكم العراقي الدولي علي صباح القيسي بنهاية الشوط الثاني والمباراة. مبروك للملك القطراوي وحظ أوفر وهارتلك
لفريق الأحلام العربي، الخسارة السادسة في الجولة العاشرة من بطولة دوري نجوم كيومبي. سعدت كثيرا بلقائكم مشاهدينا الكرام، إلى الملتقى في القادم من اللقاءات والقادم من المباريات. أترك الكلمة لزميلي بشار عبد الله ولزميلي